ايه بقى تفاصيل ترشيحك واستبعادك من الجهاز المعول للمنتخب قبل ان تتولى المهمة؟ والله ما فيش. يمكن انت قلت كان في اتصال مع الكابتن ابراهيم حسن، وانا علاقتي بالكابتن ابراهيم والكابتن حسام من ساعه ما كنت في الزمالك علاقه كويسه جدا، وهم ناس انا بحبهم بره الملعب يعني رجاله فعلا، وتعاملهم ناس كويسه. كابتن ابراهيم كلمني وقال لي امير وكذا وكذا وكذا، قلت له ما فيش مشكله يا كابتن، انا موجود في نادي السكه واي حاجه من عن طريق نادي السكه يعني بس وخلاص. وحصل اللي تم تعيين محمد عبد الواحد، وبالمناسبه انا مبسوط جدا ان محمد عبد الواحد جه في المكان ده اللي هو يستحق. اولا شخصيه محترمه، بقى له 5 سنين بيشتغل مع مدربين اجانب، محترم جدا، مدرب شاطر. انا بالنسبه لي اللي هم يفكروا في امير ده حاجه كويسه، كويسه جدا ليا، لكن زي ما بقول لك هو في الاول والاخر بيبقى نصيب ورزق، وبيتكتب رزقك هتاخده امتى او وقتك امتى. لكن اللي بسطني في القصه دي اللي الكابتن حسام جاب عنصر ممكن من عناصر كتير ما بتاخدش فرصه. هو الموضوع ده كان مقفول على 4-5، انا بكلمك بصراحه فعلا. مقفول على 4-5. مين بقى الاربعه؟ مش هينفع اقول لك مين عشان الناس كلها عارفه مين هو. لا انا طالما الناس لا انا لا بص يا استاذ، انا بالنسبه لي انا بحترم الناس كلها، ومش عايز حد في الاول والاخر، اللي في ناس منهم زمايل في الملعب وناس محترمه وكل حاجه، لكن اتمنى اللي يبقى الفكر الوقتي اما تيجي تعين بس مدرب. حسام لجأ ليكو بعد للمدربين الزملكاويه او من ابناء نادي الزمالك بعد ما كل المدربين الاهلاويه رفضوا الانضمام للجهاز المعاون، واذا كنت انت مش هتقول لي اسماء فانا هقول لك اسماء. لا على فكره عايز اقول لك، الجهاز الفني للمنتخب اتكلم مع الكابتن سامي قمصان ورفض وفضل الاستمرار مع النادي الاهلي، والكابتن اسامه عرابي برضو حصل اتصال ورفض ان يجي تالت باعتبار ان الكابتن اسامه عرابي طبعا واحد من الاسماء الكبيره جدا في التدريب، واسماء اخرى من المدربين الاهلاويه. فشايف ان شايف ده ليه تفسير عندك ولا لا؟ لا لا لا، انا هي في الاول والاخر انت بتحط اسلام واحد واثنين وثلاثه واربعه، ده عادي، وبتعمل وبتشوف ده اشتغل فين واشتغل فين واشتغل فين واشتغل فين. كل الاسماء اللي انت قلتها اسماء محترمه واسماء اشتغلت، هي دي النقطه. انا النهارده يا اسلام مشيت من السكه الحديد، لو قعدت سنتين ثلاثه في فيتي ما ينفعش اجي منتخب مصر، فاهم قصدي؟ للاسف قبل كده الناس بتمشي من منتخبات او بتمشي من انديه، بتقعد بالثلاث اربع سنين وتلاقيها متعينه هنا ومتعينه هنا. وانا بكلمك بصراحه، هي جت فتره بالعلاقات والصحوبيه والشلاليه والتليفونات وبتاع، والناس كلها عارفه، انت فاهم؟ انا مبسوط ان الكابتن حسام كسر الحته دي، اللي النهارده اللي هو عايزه هو اللي بيختاره. كنت اتمنى منتخبات الناشئين كذلك، كنت اتمنى اللي فيها مجاملات. والله يا اسلام انت ادرى، مش انا اللي ادرى، انا مش هقدر اقول لك، بس هي ادرى. انت النهارده مع احترامي في ناس كتير بتشتغل بقى لها 5-6 سنين وخدتها من تحت لفوق وبتاع، وفي ناس بتتعين ممكن ما كانش شغاله في حته او ما اشتغلتش او ما عندهاش الخبرات. انت ترد عليا في السؤال ده بس، والناس كلها عارفه. انا بقول لك اكيد اكيد بيبقى في. انت النهارده اتحاد الكوره جه في وقت من الاوقات بعد فشل منتخب 2003 لو تفتكر، قال لك ايه؟ هنفتح سيفيهات وهيبقى في انترفيو. انت حضرتك يا استاذ اسلام اعلامي كبير، شفت معاد لانترفيو او مدرب قدم او فيه او كذا او كذا او كذا؟ مفيش. انت فاهم قصدي؟ ففي الاول والاخر اتمنى للفتره اللي جايه الناس اللي بتشتغل والناس اللي بتكتسب خبرات هي اللي تبدا تشتغل، وعشان في الاول والاخر يا اسلام انت اللي بتتحاسب في الاخر، انت اللي بتتحاسب. وخلي بالك منتخبات الناشئين والشباب دي اخطر من الفريق الاول، اللي انت بتاسس لعيب تاسس لعيب دي اصعب من اللي انت تمسك في فريق اول او منتخب اول. لكن زي ما قلت لك ربنا يكرم الكابتن حسام باذن الله. بالمناسبه حته اختيارات برضو اللعيبه ومش اختيارات، انا لسه هجي لك. لا انا عايز اقول اخدها بمره، لكن في صوره عدت علينا كده ما ينفعش ان نعديها، ده محمد عبد الواحد طبعا نجم نادي الزمالك المنضم للجهاز الفني للمنتخب. صوره جمال علام مع حسام ابراهيم يا جماعه وهو ماشي، الصوره دي صوره جمال علام مع حسام ابراهيم. هل كنت في اول معسكر لتولي حسام حسن المسؤوليه؟ طبعا كويس ان رئيس اتحاد الكره موجود في اول معسكر، لكن غياب حازم امام
المشرف السابق على المنتخب وعضو مجلس إدارة اتحاد الكورة، هل له مدلول عندك عن المعسكر وغيابه عن المؤتمر الصحفي؟ وهو اكتفى كمان بطبعا تهنئة حسام إبراهيم بتويتة على حسابه الشخصي، وقال ان انا بتمنى لهم كل التوفيق بعد المؤتمر الصحفي اللي هو غاب عنه. هل غياب حازم امام عن المعسكر الاول له مدلول عندك؟ لا، هو الراجل كان مشرف. انا مش عارف الوقت هو ما بقاش مشرف، هو استاذ جمال علام اللي بقى مشرف. فده الطبيعي للمشرف، بس هو الطبيعي اللي لازم كل اتحاد الكوره. ما فيش قرار ان جمال علام بقى يبقى خلاص، طالما ما فيش هو رايح كرئيس اتحاد كوره. رئيس اتحاد كوره، ما انا بقول لك هو الطبيعي اللي كل اعضاء مجلس اداره لازم النهارده في اول تجمع يكونوا موجودين، مش حازم امام لوحده، ده الطبيعي. لكن حازم امام قبل كده كان مشرف، فكان بيبقى متواجد. هو الوقت اللي احنا بنقراه اللي هو مش مشرف. هو حازم كان قابل حسام ابراهيم في السعوديه في نهائي كاس مصر. بس ما خلاص، هو طالما بص يا اسلام في الاخر انت مشرف او ليك دور كنت هتبقى موجود. انا بالنسبه لي مش حازم امام لوحده. لو حازم امام راح، استاذ جمال علام راح، لازم كله يروح. طالما ما كله ما راحش واستاذ جمال علام يبقى هو بيمثلهم، يبقى خلاص في الاول والاخر. لكن في الاول والاخر هو مدير فني، الطبيعي اللي انت اول يوم لازم تبقى في ظهره في اول اجتماع مع اللعيبه،